كان الرئيس السيسي قد توجه إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة